السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تقضم غيظك أو غضبك وتضبط انفعالاتك؟ الحقيقة الإنسان بسبب ضغوط الحياة وبسبب المشاكل الناس كتير عايشاها في كل أقطار الأرض، ممكن شيء يزعلك، ممكن شيء ينرفزك أو يضايقك أو يغضبك، فلابد أن تقدم غيظك وتضبط انفعالاتك. ليه؟ لأن الغضب أساس كل شر. لما الراجل راح للنبي عليه السلام وقال له يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. فقال له أوصني، قال لي يمكن يقول لي حاجة تانية، قال له لا تغضب. في ثلاث مرات قال له لا تغضب. قال فنظرت في الغضب فوجدت أنه سبب كل بلاء وشر. فعلا الغضب سبب كل بلاء وشر. ياما بيوت اتخربت بسبب غضب الزوج، وطلق زوجته الطلقه الثالثه او الاولى والثانيه والثالثه، فكان سبب في خراب البيت. ياما قامت حروب بين بلاد بسبب غضب انسان سياسي او زعيم او غير ذلك. ياما اشياء ومعارك وعياذا بالله وقتل الى غير ذلك حدث بسبب الغضب وبسبب عدم قضم الغيظ او الغضب. طيب ازاي اضبط انفعالاتي وازاي اكتم غضبي؟ بسبب حاجات. رقم واحد ودي أهمها، الاستعانة بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. استعن بالله، قل له يا رب أذهب عن الغضب، يا رب اجعلني يا رب أخذ من الغيظ، اللهم أعني على ذلك، فالله يعينك على ذلك. رقم اثنين، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الذي يغضبك هو الشيطان، هي نفخة من الشيطان، الشيطان ينفخ فيك فتغضب، فبالتالي أنت محتاج تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى استعنت بالله واستعذت بالله من الشيطان الرجيم. الحاجة الثالثة أن أنت تصمت، اوعى تاخد قرار في حياتك وأنت غضبان، لأن يقينا هتندم عليه، فالأفضل أن أنت تهدى شوية كده وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعين بالله قبل ذلك، فلما تهدى وتسكت شوية تبتدي تفكر هتعمل إيه أفضل من إن أنت تاخد قرار وأنت غضبان. رقم أربعة، إذا كنت واقفا فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع، لأن تغيير الحالة دي بيأثر جدا، وإن لم تكن متوضئا فتوضأ، لأن الغضب جمرة من الشيطان تطفئها بالوضوء بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم خمسة، إن أنت تفسر ما يعني الكلام الذي قاله لك هذا الإنسان تفسيرا حسنا وتحسن الظن به، بفضل الله سيذهب الغضب. رقم ستة، أن تتذكر ما أعده الله عز وجل لك في الجنة إذا كظمت غيظك وكتمت غضبك وضبطت انفعالاتك، بفضل الله سبحانه وتعالى سيكون لك أجر عظيم وجزاء عظيم في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. رقم سبعة، أنك لو قدرت على كظم الغيظ بفضل الله، تعلم أن الله عز وجل أعد لك ما تشاء من الحور العين، كما ذكرنا قبل ذلك في الحديث اللي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من أي الحور العين شاء، اللي هو عايزه من الحور العين بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا دي سبع حاجات، روشتة جميلة جدا لكظم الغضب ولكتم الغيظ بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يخلقني وإياكم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يجعلنا من الذين يغضبون لأنفسهم، ولا يجعل غضبنا إلا لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.